السلام عليكم ورحمة الله. ندعو مع بعضنا اليوم المحاضرة بعنوان أنواع الدول. عناصر المحاضرة: أولاً الدول من حيث الوضع الدولي، وينقسم هذا النوع من الدول إلى ما يلي: دول كاملة السيادة، دول ناقصة السيادة، وتشمل دول تابعة، دول محمية، دول مشمولة بنظام الإشراف الدولي. ثانياً، أنواع الدول من حيث التكامل السياسي، وتنقسم إلى دول متكاملة تكاملاً كلياً، أي الدولة البسيطة وخصائصها. ثانياً، دول مندمجة اندماجاً جزئياً، أي الدولة المركبة وخصائصها، وتنقسم إلى دول متحدة اتحاداً شخصياً، دول متحدة اتحاداً استقلالياً أو تعاهدياً، دول متحدة اتحاداً فعلياً أو حقيقياً، دول متحدة اتحاداً مركزياً. لقد اهتم البحاث بدراسة الدول وفقاً لمعيارين، وبناءً عليه تنقسم الدول لعدة أنواع. أولاً، أنواع الدول من حيث الوضع الدولي. يقصد بالوضع الدولي للدولة مدى سيادتها على أراضيها، أي اعتراف الدول باستقلالها وعدم هيمنة أي دولة أخرى على شؤونها الخارجية. فارتباط أي دولة بأي نوع من المعاهدات أو المحالفات قد يغير من وضع تلك الدولة من الناحية الدولية. وينقسم هذا النوع من الدول إلى دول كاملة السيادة، وهي التي اعترفت بها الدول بكامل هيمنتها على أراضيها، ولها حرية مطلقة في وضع دستورها وتعديله واختيار نظام الحكم الذي تريده. وهناك فرق بين السيادة القانونية والسيادة الفعلية للدولة، فكثير من الدول هي دول كاملة السيادة من وجهة نظر القانون الدولي العام والمجتمع الدولي، ولكنها من حيث الواقع لا تملك السيادة الفعلية، وذلك لتدخل قوى خارجية في شؤون تلك الدولة الداخلية والخارجية وتوجيهها لسياستها العامة. ومع ذلك من الناحية الدولية لا تعتبر دول ناقصة السيادة بل كاملة السيادة. ثانياً، دول ناقصة السيادة، وهي دول لا يكون لها حق التمتع بسيادتها الداخلية والخارجية لارتباطها بدولة أخرى أو تخضع لهيئة دولية تقوم بالإشراف عليها. هذه الدول لها شخصية دولية ومعترف بها، وهذه الدول قد تكون دول تابعة أو محمية أو مشمولة بالإشراف الدولي تحت ما كان يسمى بالانتداب وسمي بالوصاية. ألف، دول تابعة هي التي تتبع دول أخرى في المجال الدولي بصفة خاصة، وترتب على ذلك أنها لا تشترك في الشؤون الدولية إلا عن طريق الدولة التي تتبعها. فمثلاً، ساد هذا الوضع نهاية القرن التاسع عشر فيما يتعلق بالأقاليم الأوروبية الخاضعة للدولة العثمانية مثل صربيا، رومانيا، والجبل الأسود، وبلغاريا، حيث راح بعضها ينتقل من نظام الولايات التركية إلى نظام الولايات المستقلة داخل الدولة العثمانية، فآل نظام الدولة المستقلة بشؤونها الداخلية مع بقائها مرتبطة بالباب العالي برباط التبعية. باء، الدول المحمية، الحماية علاقة قانونية
تنتج عن معاهدة دولية بين دولة قوية حامية ودولة ضعيفة محمية، ويترتب على ذلك أن الدولة المحمية تفقد اختصاصاتها الخارجية لصالح الدولة الحامية، وكذلك التدخل في إدارة إقليمها، وهذا الوضع مجحفاً في حق الدولة الضعيفة. فمثلاً نظام الحماية الفرنسية على الهند الصينية ودولة كمبوديا ودولة لاوس وفيتنام الشمالية والجنوبية، وكذلك الحماية الفرنسية على تونس ومراكش العربيتين، والحماية البريطانية على مصر، هذه الحمايات ذات طابع استعماري بخلاف الحماية الاختيارية التي تضع فيها الدولة نفسها تحت حماية دولة أخرى. جيم، دول مشمولة بنظام الإشراف الدولي. نشأ نظام الإشراف الدولي تحت عصبة الأمم باسم نظام الانتداب، وفي عهد هيئة الأمم أصبح اسمه نظام الوصاية، ويعني أن الدولة غير مؤهلة لمباشرة شؤونها بنفسها، وتلك الأوضاع وجدت لخدمة مصالح الدول الاستعمارية الكبرى التي كانت تصوغ النظام الدولي كما يحلو لها، ولم تراعي مصالح الدول الصغيرة. ثانياً، أنواع الدول من حيث التكامل السياسي، وتنقسم يقصد بها الدولة الموحدة أو البسيطة، ويسمى هذا النوع من الدول باسم الدولة البسيطة، لأن السيادة في هذه الدول ليست مجزأة، وهذا النوع من الدول مندمجة اندماجاً كلياً، أي أنها تكون وحدة واحدة، والسلطة السياسية في هذه الدولة غير مجزأة، بل هي في يد حكومة واحدة مهما اختلفت تسمية تلك الحكومة. وهذا يعني أن هذه الدولة السياسية ليست مقسمة ولا تتأثر بالتقسيم الإداري اللامركزي إن وجد. خصائص الدولة المندمجة اندماجاً كلياً، أي الدولة البسيطة: وحدة السلطة السياسية أو المركزية السياسية، وحدة مصدر التشريعات في الدولة، إمكانية وجود لا مركزية إدارية، خضوع الأفراد فيها لدستور واحد بالرغم من اختلاف الأقاليم أو تعددها، مع إمكانية وجود قوانين أدنى مرتبة من الدستور خاصة بإقليم معين أو منطقة معينة. 5، بساطة التركيب الدستوري في الدولة المندمجة اندماجاً كلياً. 6، وجود إقليم واحد معترف به دولياً. 7، الدولة المندمجة اندماجاً كلياً لها شخصية دولية واحدة. 8، المواطنون في هذه الدولة يحملون جنسية واحدة. دول مندمجة اندماجاً جزئياً، أي الدول المركبة. الدولة المركبة أو المتحدة هي مجموعة دول اتحدت لتحقيق أهداف مشتركة، ويختلف نوع الاتحاد ضعيف ضعفاً أو قوة بحسب درجة توزيع السلطة السياسية بين الاتحاد والدول المكونة له. وتندرج أنواع الدول المندمجة تحت هذا النوع على النحو التالي: ألف، الدول المتحدة اتحاداً شخصياً، ويتم بإجماع دولتين أو أكثر تحت عرش واحد، مع احتفاظ كل دولة فيه بكامل سيادتها في ممارسة اختصاصاتها الداخلية والخارجية. خصائص هذا النوع من الاتحادات: وجود الملك أو الرئيس الدولة الداخلة في الاتحاد الشخصي. 2، الاستقلال في الشؤون الداخلية والخارجية لجميع الدول. 3، المسؤولية الدولية خاصة بكل دولة على انفراد. 4، إذا قامت حرب بين الدول الداخلية في الاتحاد فهي حرب دولية. 5، يحتفظ مواطنو الدول المندمجة اندماجاً شخصياً بجنسياتهم، ويعتبرون أجانب في الدول الأخرى الداخلة في الاتحاد. 6، يمكن أن يجمع هذا الاتحاد دولاً ذات أنظمة ذات حكم مختلفة وذات أيديولوجيات أو مذاهب سياسية متباينة.
لا يتولد عن الاتحاد الشخصي خلق دولة جديدة، بل تستبقي الدول المكونة له كاملة شخصيتها وسيادتها في المجالين الداخلي والخارجي، مثل اتحاد ألبانيا وإيطاليا. ولا يعتبر الاتحاد الشخصي من أضعف، ويعتبر الاتحاد الشخصي من أضعف الاتحادات. ب. دول متحدة اتحاداً استقلالياً أو تعاهدياً. هذه الدول تتفق فيما بينها من خلال معاهدة على قيام معاهدة مشتركة لتحقيق أهداف معينة وفق مبادئ عامة تضعها تلك الدول في ميثاق تلك الهيئة لغرض المحافظة على استقلالها ومنع الحروب فيما بينها والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والسياسية في المجال الدولي. وتتمتع الدول المتحدة اتحاداً تعاهدياً بكامل سيادتها الداخلية والخارجية. وما يميز هذا النوع من الاتحادات عن الاتحاد المركزي هو حق الدول في الانفصال عن الاتحاد، سواء نص على ذلك في المعاهدة أم لم ينص. من خصائص هذا النوع من الاتحادات: 1- تحتفظ كل دولة من دول الاتحاد التعاهدي بحقها الكامل في تسيير علاقاتها مع دول العالم دون أي تدخل من طرف الاتحاد التعاهدي. 2- تعبير الحرب التي تقوم بين تعتبر الدول الحرب التي تقوم بين الدول الأعضاء في المنظمة حربا دولية. 3- الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها دولة عضو في الاتحاد التعاهدي ملزمة لتلك الدولة فقط. 4- يمكن أن يجمع الاتحاد بين دول ذات أنظمة حكم مختلفة وأيديولوجيات متباينة. 5- ليس الاتحاد سلطة مباشرة على رعاية الدول الأعضاء، ويحتفظ هؤلاء الرعاية بجنسية دولهم التي يتبعونها، مثل جامعة الدول العربية الذي ينص ميثاقها في مادته الثانية على ذلك بصراحة. جيم: الدول المتحدة اتحاداً فعلياً أو حقيقياً. يكون اتحاد بين دولتين تتمتع كل منهما بالشخصية القانونية المستقلة من حيث تصريف شؤونها الداخلية، وتشترك هذه الدول في وحدة الرئيس الأعلى حيث تظهر كشخص واحد في المجال الدولي. الدول المتحدة فعلياً تفقد شخصيتها الدولية لصالح الاتحاد، حيث يمارس نيابة عن الدول الداخلية فيه سائر الاختصاصات الخارجية كإعلان الحرب وعقد المعاهدات والتمثيل الدبلوماسي والمعاهدات التي توقع باسم الاتحاد، كون تكون ملزمة لجميع الأطراف. أما تلك التي يوقعها الاتحاد نيابة عن إحدى دول الاتحاد فإنها تكون ملزمة لتلك الدولة فقط. ويعد هذا النوع من الاتحاد أقوى من الاتحادين السابقين. خصائص الدول المتحدة اتحاداً فعلياً: 1- وجود رئيس واحد للدول المندمجة اندماجاً فعلياً أو حقيقياً. 2- تفقد الدول الأعضاء في الاتحاد شخصيتها الدولية لصالح الاتحاد، حيث يمارس نيابة عن تلك الدول سائر الاختصاصات الخارجية. 3- الدول الأعضاء في الاتحاد مستقلة في تسيير شؤونها الداخلية. 4- الحرب التي تقوم بين الدول المندمجة اندماجاً حقيقياً تكون حرب أهلية، وإذا قامت دول أجنبية بالاعتداء على إحدى دول الاتحاد فإن الاشتراك في تلك الحرب يكون ملزماً لجميع دول الاتحاد. 5- المعاهدات المبرمة بين دول الاتحاد ملزمة. 6- المسؤولية الدولية، مسؤولية تضامنية لوجود شخصية قانونية دولية واحدة هي شخصية الاتحاد، فيعتبر وحدة من وحدات النظام السياسي الدولي. ويعتبر الاتحاد الفعلي أو الحقيقي أقوى من الاتحاد الشخصي، والاتحاد التعاهدي والتجاور الجغرافي يساعد في تقوية أي نوع من أنواع الاتحادات.
دال الدول المتحدة اتحادا مركزيا. وينشأ هذا النوع من الاتحادات من خلال انضمام عدة دول مستقلة إلى بعضها. تفكك دولة موحدة مع رغبة الدويلات المنفصلة في الاستمرار مرتبطة ولكن في شكل اتحاد مركزي. ثلاثة، أقاليم ساعية للحصول على الاستقلال ومكونة في الأصل لمنطقة واحدة، وذلك لتكوين دولة اتحادية مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا. خصائص الاندماج المركزي: 1. فقدان الدول الأعضاء في الاتحاد المركزي شخصيتها الدولية لصالح دولة الاتحاد. يكتسب رعاية الولايات المختلفة جنسية دولة الاتحاد. استقلالية الولايات في تنظيم أمورها الداخلية كما نص عليها دستور الاتحاد. كما أن السلطة التشريعية لدولة الاتحاد في مجلسين هما مجموع سكان الولايات والولايات بصفة واحدة، سياسية ومتميزة ومتساوية حسب الدستور. 5. تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة وحكومة الاتحاد. 6. إنشاء محكمة عليا اتحادية أو مركزية تختص بالنظر في المنازعات على مستوى الاتحاد المركزي. وتختلف الدول من حيث الشكل الدستوري ومن حيث السيادة، وتنقسم إلى أنواع عدة. فالدول على أساس السيادة تكون الدول كاملة السيادة، وهي التي يتحقق لها الاستقلال السياسي والدستوري المطلق داخلياً وخارجياً. أما الدول ناقصة السيادة فهي التي يخضع استقلالها لرقابة دولة أخرى ويفترض عليها بعض القيود، فهي دولة ناقصة. وقد تكون الدول أيضاً معدومة السيادة وهي مجرد مجتمع سياسي يكون تابعاً لدولة أخرى، وبالتالي ليس له بحكم التبعية أي كيان دولي مستقل فضلاً عن تخلف سيادته الدستورية. وبالنظر إلى تقسيم الدول حسب معيار صنع القرارات، نجد أن دول تتركز فيها عملية صنع القرارات في يد حكومة مركزية بما فيها من مؤسسات ثلاثة: تشريعية وتنفيذية وقضائية، وتسمى بالدولة الموحدة. ودول تتوزع فيها عملية صنع القرارات بين حكومة مركزية وحكومة محلية، ويتمثل في كل منهما مؤسسات الحكومات الثلاثة، وتسمى في هذه الحالة بالدولة الاتحادية. وحتى هذا المعيار أيضا تعرض للنقد، فهو يتجاهل أنواع من الدول كاملة السيادة وناقصتها وعديمتها. وكان في الإمكان إدخال هذه الأنواع في إطار عملية صنع القرار، ذلك لأن عملية صنع القرار كاملة وتصنع ذاتياً دون تدخل دولة أخرى. أما النوع الثاني من الدول فيعتبر صنع القرار عملية ناقصة لأنها تتم بتدخل من الخارج. أما في النوع الآخر
فإن العملية تكون معدومة لعدم قدرة تلك الجماعة السياسية على اتخاذ قرار على أي قرار على الإطلاق، فصفة الدولة غير مكتملة من الناحية الدولية في هذه التجمعات البشرية. هذا المعيار لا يهتم إلا بنوعين من أنواع الدول، هي الدولة الموحدة والدولة الاتحادية، ويتجاهل بذلك الاتحاد التعاهدي والاتحاد الشخصي والاتحاد الحقيقي. ويعتبر صاحب هذا الرأي أن الاتحادات الشخصية أو التعاهدية أو حتى الاتحادات الفعلية اتحادات لا تتوافر فيها عناصر الدولة، كما أنها لا تعتبر وحدة سياسية في معنى مفهوم الدولة، لأن هذه الاتحادات في الحقيقة ليست إلا نوعاً من قبيل تنظيم العلاقات بين الدول وفقاً للمعاهدات التي تقوم فيما بينها. وعليه فإننا هنا نجد الدكتور علي شنبش يختلف في تسمية هذين المعيارين مع من سبقه في الحديث عنهما، فأطلق على المعيار الأول التفرقة بين الدول من حيث الوضع الدولي، وهو ما يتفق في هذه التسمية مع محمد عزيز شكري في كتابه المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم، أي أن الدول تختلف عن بعضها البعض من حيث وضعها أو سيادتها الخارجية، وإن كانت تتفق في كثير من الأحيان في السيادة الداخلية أو المعيار الثاني، فأطلق عليه مستوى التكامل أو الاندماج السياسي. وهذه المسميات لا تختلف من حيث الجوهر أو المفهوم الدقيق عن المسميات التقليدية، وعليه بالنظر لأنواع الدول نجد أن يقصد بالوضع الدولي للدولة هي مدى سيادة الدولة على أرضها، أي اعتراف الدول باستقلالها وعدم هيمنة أي دولة أخرى على شؤونها الخارجية. فارتباط أي دولة من الدول بأي نوع من أنواع المعاهدات أو المحالفات قد يغير من وضع تلك الدولة من الناحية الدولية ووضعها القانوني أيضا. وتنقسم هذه الدول إلى عدة تقسيمات، منها الدول الكاملة السيادة والتي احترفت لها الدول بكامل هيمنتها على أراضيها دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر من دول أخرى. وفي هذا يذكر بعض الكتاب أن الأساس المميز للدولة الكاملة السيادة هو الحرية المطلقة في وضع دستورها وفي تعديله وفي اختيار نظام الحكم الذي تريده. وفي هذا يقولون ما دامت مثل هذه الدول تحترم تعهداتها الدولية فإن اختصاصها الدستوري يكون كاملاً ولا سلطان لدولة أخرى عليها، بل أن تدخل الدول في شؤون الدولة المستقلة مهما كان نظام الحكم فيها وأياً كانت سياستها يعتبر عملاً عدائياً من جانب هذه الدولة. وهذا هو ما تقضي به قواعد القانون الدولي العام والكثرة الغالبة من الدول الموجودة الآن والتي تتمتع بصفة السيادة الكاملة والاستقلال التام. ولعل من المفيد هنا الرجوع إلى أن نميز بين السيادة القانونية والسيادة الفعلية للدولة، فكثير من الدول هي دول كاملة السيادة من وجهة نظر القانون الدولي العام والمجتمع الدولي، إلا أنها من حيث الواقع نجد أنها معدومة السيادة أو ناقصة السيادة، أي أنها لا تملك السيادة الفعلية، وذلك لتدخل قوى خارجية في شؤون تلك الدولة الداخلية والخارجية وتوجيهها لسياستها العامة. وهذا النوع من الدول لا يعتبر من الناحية الدولية دولا ناقصة السيادة، بل إن الدول المعترف بها تعتبرها دولا كاملة. فالدول ناقصة السيادة هي التي لا يكون لها حق التمتع بسيادتها، وكذلك
وذلك لارتباطها بشكل بأي شكل يعني من الأشكال بدول أخرى، وهي تخضع لهيئة دولية قد تقوم بالإشراف عليها. أما الدول التابعة فيقصد بها تلك الدول التي تتبع دول أخرى في المجال الدولي بصفة خاصة، ويترتب على ذلك أنها لا تشترك في الشؤون الدولية إلا عن طريق الدولة التي تتبعها، حيث تتولى تمثيلها ويقوم نيابة عنها بتصريف شؤونها الخارجية. ولم يكن هناك نمط واحد للعلاقة بين الدول التابعة والدول المتبوعة، ولكن تختلف تلك العلاقة باختلاف الظروف والمناسبات التاريخية والسياسية السائدة. وقد ساد هذا الوضع نهاية وبالنظر إلى الدول المحمية، يرى الكثير من رجال القانون الدولي العام أن الحماية علاقة قانونية تنتج عن معاهدة دولية بين دول قوية أو دولة قوية حامية ودولة ضعيفة محمية، ويترتب على هذا الاتفاق التزام الدولة القوية الحامية بالدفاع عن الدولة الضعيفة المحمية، نظير إشراف الدولة الأولى على الشؤون الخارجية للدولة الثانية والتدخل في إدارة إقليم تلك الدولة. ويكون هذا الوضع في صالح الدولة الحامية ومشحفاً في حق الدولة المحمية، لأن الدولة المحمية تفقد اختصاصها الخارجي، حيث تقوم الدولة الحامية بمزاولة هذا الاختصاص بالنيابة عنها. ومن أمثلة نظام الحماية نجدها كثيرة. أما فيما يتعلق غير أن أما فيما يتعلق بالدول المشمولة بنظام الإشراف الدولي، نجد أن هذا النظام نشأ تحت عصبة الأمم باسم نظام الانتداب، وذلك بنص المادة 22 من الميثاق، والذي يقول بوضع عدة أقاليم تحت انتداب الدول التي خرجت ظافرة من الحرب العالمية الأولى، وتغير نظام الإشراف تحت هيئة الأمم المتحدة فسمي بنظام الوصاية. وهذا يعني أن الأقاليم المشمولة بالوصاية هي أقاليم غير مؤهلة لمباشرة شؤونها بنفسها. والوصاية الدولية نوع من أنواع السيطرة المقنعة، وابتدعته الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى لتوزيع بينها الولايات التركية والمستعمرات الألمانية، غير أن نظام الوصاية الذي أقره الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية لم يكن شاملاً لجميع الأقاليم، بل أوجد هؤلاء نظاماً جديداً خاصاً بتلك الأقاليم التي كانت تحت سيطرتهم، وسمي ذلك النظام بنظام الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بينما أطلقوا الوصاية على الأقاليم المنزوعة من يد المنهزمين. وقد أفرد ميثاق الأمم المتحدة الفقرة 11 منه للحديث عن نظام الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وأيا كان النظام الذي أقره الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية واصطبغ بصبغة الشرعية الدولية، فإن تلك الأوضاع والنظم ما وجدت إلا لخدمة مصالح الدول الاستعمارية.
وأيا كان النظام الذي أقره الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية واصطبغ بصبغة الشرعية الدولية، فإن تلك الأوضاع والنظم ما وجدت إلا لخدمة مصالح الدول الاستعمارية الكبرى، والتي كانت تصوغ النظام الدولي كما يحلو لها، ولم تراعي مصالح الأقاليم الكبيرة والصغيرة، ولم تراعي الشعوب المقهورة. إن ميثاق الأمم المتحدة وإن كان قد نص على التزامات معينة فرضها على الدول التي لها مستعمرات، إلا أنه في الواقع وقف عند حد المبادئ دون أن يضع رقابة فعلية على تلك الدول. وبذلك تحدثنا عن الدول من حيث الوضع الدولي، أو كما يسميه البعض من حيث السيادة، وننتقل الآن إلى الحديث عن أنواع الدول من حيث التكامل السياسي، أي مدى اندماجيتها كما يروق لرجال القانون الدستوري، خاصة تسميته التكوين الدستوري أو الشكل الدستوري للدولة. إن الدول من حيث التكامل السياسي تبي تنقسم إلى دول متكاملة تكاملا كليا، أي دول موحدة أو بسيطة، ودول متكاملة تكاملا جزئيا، أو ما يعرف بالدول المركبة أو المتحدة. وهذه الدول أما أن تكون متحدة اتحادا شخصيا، أو اتحادا تعاهديا، أو اتحادا مركزيا. وفيما يلي سوف أوضح هذه الأنواع. بالنسبة للدول البسيطة يسمى هذا النوع من الدول باسم الدول البسيطة، لأن السيادة في هذه الدول ليست مجزأة، وبالمفهوم السياسي فإن هذا النوع من الدول مندمجا اندماجا كليا، أي إنها تكون وحدة واحدة. وهذا أبسط صور الدول، وهي التي تحدث عندما تتكامل لها عناصر الدولة الرئيسية. فالسلطة السياسية في هذه الدولة من حيث الواقع والقانون غير مجزأة، بل هي في يد حكومة واحدة مهما اختلفت تسمية تلك الحكومة. ويترتب على ذلك أن وحدة الدولة السياسية ليس مقسمة ولا تتأثر بالتقسيم الإداري إلا مركزي إن وجد، لأن تلك الإدارات والقائمين عليها يتصرفون وفق القوانين الصادرة عن الحكومة المركزية وغير مستقلين. بمعنى أن عدم وجود الوحدة الإدارية لا يؤثر بأي شكل في وحدة الدولة السياسية. وهذه الدولة وهذا النوع من الدول يتميز بوحدة السلطة السياسية أو المركزية السياسية، وكذلك وحدة مصدر التشريعات في الدولة. أيضا الأفراد فيها يخضعون لدستور واحد رغم اختلاف الأقاليم وتعددها، مع إمكانية وجود قوانين أدنى مرتبة من الدستور خاصة بإقليم معين أو منطقة معينة. تتميز ببساطة التركيب الدستوري في الدولة المندمجة اندماجا كليا. في هذا النوع من الدول يوجد إقليم واحد معترف به دوليا، والدولة المندمجة اندماجا كليا لها شخصية دولية واحدة، والمواطنون في هذه الدولة يحملون أيضا جنسية واحدة. وخلاصة القول أن هذا النمط من الدول هو أن الدولة لا تكون مجزأة من حيث السلطة السياسية الدستورية وممارستها، ولا من حيث نتائج الممارسات داخليا وخارجيا. لدينا أيضا نوع آخر من الدول، وهو الدولة المركبة أو المتحدة، وهي مجموعة دول اتحدت لتحقيق أهداف مشتركة، ويختلف نوع الاتحاد حسب درجة توزيع السلطة السياسية بين الاتحاد والدول المكونة له. وتندرج أنواع الدول المندمجة تحت هذا النوع من الاتحاد
إلى الاتحاد كما سبق ووضحنا، الشخصي والاستقلالي والاتحاد الحقيقي والاتحاد المركزي. ويرى بعض الكتاب أن النوع الأخير أي الاتحاد المركزي هو الذي يحظى باهتمام الفقه الدستوري، أما الأشكال الأخرى فيهتم بها فقهاء القانون الدولي. وتعد بعض هذه الأنواع من الدول المندمجة اندماجا جزئيا أساسا لبعضها الآخر، والتمييز بينها يحتاج لمعرفة دقيقة بخصائص كل منها. وهنا أستعرض باختصار هذه الأنواع وتحديد ما يمتاز به كل منهما من خصائص. فيما يتعلق بالدول المتحدة اتحادا شخصيا، يعتبر هذا النوع من الاتحاد هو أضعف صور الاتحاد، ويتم بإجماع دولتين أو أكثر تحت عرش واحد، مع احتفاظ كل دولة فيه بكامل سيادتها في ممارسة اختصاصاتها الداخلية والخارجية. وإن كانت الصورة الغالبة لهذا الاتحاد هو اجتماع حق وراثة عرش دولتين أو أكثر في أسرة ملكية واحدة زي ألبانيا وإيطاليا عام 1939. وقد يحدث هذا الاتحاد عن طريق الائتلاف. هذا الاتحاد من مميزاته يكون في وحدة الملك أو الرئيس الدولة الداخلة في الاتحاد، الاستقلال في الشؤون الداخلية والخارجية لجميع الدول، والمسؤولية الدولية خاصة بكل دولة على انفراد. إذا قامت حرب بين الدول الداخلة في الاتحاد فهي حرب دولية، ويحتفظ المواطنون أو مواطنو الدول المندمجة اندماجا شخصيا بجنسياتهم على اختلاف أنواعها، ويعتبرون أجانب في الدول الأخرى الداخلة في الاتحاد. يمكن أن يجمع هذا الاتحاد دولا ذات أنظمة حكم مختلفة وذات أيديولوجيات أو مذاهب سياسية متباينة، ولا يتولد عن الاتحاد الشخصي خلق دولة جديدة، بل تستبقي الدول المكونة له كاملة، بل تبقى الدول المكونة له كامل شخصيتها وسيادتها في المجالين الداخلي والخارجي. ورغم أن هناك من يرى أن هذا الاتحاد أصبح في ذمة التاريخ، إلا أن الواقع السياسي لا يعطينا أمثلة جديدة لمثل هذا الاتحاد، مثل كما ذكرنا سابقا ألبانيا وإيطاليا، نتيجة لعرض التاج اللي هو رئاسة دولة ألبانيا من الجمعية التشريعية في ألبانيا على فيكتور أمانويل ملك إيطاليا. وقد انقضى ذلك الاتحاد عام 1943 بعد هزيمة إيطاليا في الحرب الثانية، ويعتبر الاتحاد الشخصي من الاتحادات الضعيفة. وعليه فإن هذا الاتحاد لا يقدم نموذجا معبرا عن التكامل السياسي بالمعنى المتعارف عليه في العلوم السياسية، ويعد أضعف الأوضاع للدول المندمجة اندماجا جزئيا. أما بالنسبة للدول المتحدة اتحادا استقلاليا أو تعاهديا، فهي الدول التي تتفق فيما بينها من خلال معاهدة على قيام هيئة مشتركة لتحقيق أهداف معينة وفق مبادئ عامة تضعها تلك الدول في ميثاق تلك الهيئة. والغرض من قيام الاتحاد الاستقلالي كما يقول محمد ليلى في كتابه النظم السياسية هو رغبة الدول المكونة له في المحافظة على استقلالها ومنع الحروب بينها والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والسياسية في المجال الدولي. وتتمتع الدول المتحدة اتحادا تعاهديا بكامل سيادتها الداخلية والخارجية، بمعنى أن تلك الهيئة التي أنشئت بموجب المعاهدة المبرمة ليس لها أي سلطة على الدول الأعضاء بالمنظمة الجديدة، فهي لا تعتبر دولة فوق الدول، ولا تقوم بالتمثيل الدبلوماسي أو بعقد معاهدات نيابة عن تلك الدول الأعضاء في المنظمة. وما يصدر عن المنظمة من
من قرارات وتوصيات غير ملزمة إلا للدول التي تتوافق عليها. وما يميز هذا النوع من الاتحادات عن الاتحاد المركزي هو حق الدول في الانفصال عن الاتحاد، سواء نص على ذلك في المعاهدة أو لم ينص. وتحتفظ هذا النوع الدول في هذا النوع من الاتحاد بحقها الكامل في تسيير علاقاتها مع دول العالم الأخرى دون أن تدخل دون أي تدخل من طرف المنظمة التعهدية أو من قبل الدول الأعضاء معها في تلك المنظمة. وتعتبر الحرب فيما بينهم حرب دولية، والاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها دولة عضو في الاتحاد التعهدي ملزمة لتلك الدولة فقط. ويمكن أن يجمع الاتحاد بين دول ذات أنظمة حكم مختلفة، وليس للاتحاد سلطة مباشرة على رعايا الدول الأعضاء، ويختص هؤلاء الرعايا بجنسية دولهم التي يتبعونها أصلاً، وليس لهم جنسية واحدة. إنما قيل حول الدول المتعاهدة والمندمجة اندماجاً استقلالياً يثبت نظرياً وعملياً أن هذا النوع من الدول لا تربطها أي رابطة قوية مع بعضها، بل أن الوجود المجرد لهذه المنظمة أو المؤتمر إنما يستند بالدرجة الأولى إلى الإرادة المستقلة لكل دولة على انفراد، والتي تسعى أولاً إلى تحقيق المحافظة على سيادتها واستقلالها. وهذا عاد ما تنص عليه لائحة أو ميثاق الاتحاد التعهدي، مثل ما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية في مادته الثانية صراحة. وهناك من يقول إن هذا النوع من الاتحادات نظام قلق وغير ثابت، ويمثل نظام انتقالي لا يعيش طويلا. فأما أن يتحلل أن تتحلل كل دولة من الروابط التي تربطها بها، وأما أن تندمج الدول الأعضاء في اتحاد جديد أقوى رابطة وتقيم اتحادا مركزيا. ومن أمثلة حالات الانفصال في الاتحاد التعهدي حالة الاتحاد الجرماني 1866. أما عن حالات الاندماج هي حالات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السويسري. وفي هذا ثروة بدوي النظم السياسية يمكن الرجوع للنظم السياسية، كتاب النظم السياسية الثروة بدوي للاطلاع حول هذا الموضوع. ويمكن القول أن الدول المتحدة اتحادا تعهديا مثلها في ذلك مثل الدول المتحدة اتحادا شخصيا لا تربطها روابط قوية. وتشترك الدول المتحدة اتحادا فعليا أو حقيقيا في وحدة الرئيس الأعلى، وهي تظهر كشخص واحد في المجال الدولي. ومن حيث تصريف شؤونها الداخلية فهي مستقلة استقلالا كليا. أن الاتحاد الحقيقي ليس دولة في حد ذاته، ولكنه اتحاد بين دولتين يتمتع كل منهما بالشخصية القانونية المستقلة، لأنه يمارس نيابة عن الدول الداخلة فيه. سائر الاختصاصات الخارجية كإعلان الحرب وعقد المعاهدات والتمثيل الدبلوماسي، وعليه فإن الدول المتحدة اتحاداً فعلياً